عم أشرف عامل بسيط في المسجد، بيته زيه مهدود، لا بيحمي في حر ولا بيدفي في برد، وبياخد من العمر حياة. أنا والله عامل بسيط في هذا المسجد، يعني مسجد الرحمن بقرية الأطفال العمرية، يعني 10 سنين، وإحنا نعاني من المطر ونعاني من المية. والله العظيم أقسم لك برب العالمين إن المية دخلت علينا مرة الغرف، دخل غرف الأولاد، بدل ما يقعدوا بالليل يعني يناموا بيجي ينزحوا في المية بالجراد اللي كبوا برا. معاي ابنين قبل كده توفوا برضو، والله كانوا تعبانين، أحمد ومحمد دهون صعب، من السقعة برضو ومن الجراف ومن كده، وعانينا يعني. ديون تقطم الظهر، والباقي ولا مكفي علاج ولا قوت للعيال، والتعليم حلم مستحيل. رتابي كله لحد دلوقتي 1300 جنيه. طبعا زي ما انت عارفة كنت مديت ايدي على البنك عشان نظر الظروف، معي ابني عملت له عملية اللي هو جعفر الصغير، قلت له عملية في عيني، مديت ايدي على البنك بقالي حوالي 6 سنين دلوقتي، فاضل بتاع سنة يعني، هو على 7 سنين، بيخصموا مني 800 جنيه شهريا، اللي بقبضهم كلهم يعني 500 جنيه. انا عندي علي سعادتك عنده يعني 17 سنة، ده طبعا يعني بيكافح على اخواته، ينزل له عربية كروم في الشادر، يعني يبيع له شوية طماطم كده كده يعني، هو اللي بلقاه بيديله 20 جنيه 25 جنيه بيجي عشان يسند معايا يعني. ومصطفى ده تعبان، عنده صدره تعبه مش بيقدر يشتغل، وجعفر ده اللي هو المعوض، والاولاد الصغيرين دول يحيى وزينب طبعا اللي هم 4 سنين و8 سنين. كانوا في المدرسة ومن يعني من الهنا دي قل الفلوس طلعناهم، خيتك هنجيبه منين؟ دي الأبلة ما تتأمر عليني، عايزة لها 70s و80s، وعاوزة كتب، وعاوزة مش عارفة إيه، وعاوزة لها طباشير، وعاوزة حد يودي وحد يجيب. أنا خيتك مش حمل الكلام ده كله، أنا أدوبا لو تغديت ما نتعشاش، ولو تعشيت ما نفطرش، يعني الحياة صعبة. أصعب سكات لما اللسان العفيف يستحي يشتكي، ولما تقول له إيه اللي فيك تلاقي الدموع في عينيه. ربنا يبارك في كل اللي سامعنا دلوقتي وسامع قصتي، يحن علينا يعني، ويحن على الراجل الغلبان اللي قاعد دلوقتي. عاوزين طبعا ما كل ما في الامر ان احنا بس نعيش حياه كريمه، حته بيت يسترنا، الله يبارك فيكم وفي اهل الخير وفي السامعين يعني، يسترنا انا واولادي كده، وحته مشروع بس، كل اللي طالبينه من الحياه يعني. يا كل نفس بتشتكي، يا كل روح مش راضي، يا كل انسان تعب، لينا رب اسمه كريم، حكمه بيورثها الفقير من جيل لجيل. مي عدلي، اخر النهار.